عروة ابن خالي وكل أهل الحارة بتمدح فيه وبأخلاقه، وأنا ما رح لاقي عريس أحسن منه. لك خلاصي؟ وداد وصلت المواصيل فيك تمدي إيدك على بنتك؟ بس يا عقيد لازم تلاقوا لنا حل للقصة، والله حريمنا بطلت تطلع باب سقاق. عنده أربع حريم ينسرقوا بجمعة واحدة، إيه الله ما قال يا عقيد. لك يا جماعة الخير يا جماعة الخير، كنا متضايقين من الشيء اللي صار، بس شو بيطلع بيدنا؟ ما بيطلع بيدنا نساوي شيء، خلينا نشوف الحريم نشوف. شرف عقيد. الهوبرة والعصبية يا رجال ما رح تجيب نتيجة. لأنه نحنا كنا حاطين ناس تراقب كل الشباب اللي شاكين فيهم، بس لما انسرقت حرمة أبو النور كانوا هدول الشباب بأشغالهم. أنا برأيي أنه خلينا نخبر الكراكون وخليه هو يتصرف. وأنت برأيك أنه حلوة بحقنا شبابنا تنشحط على الكراكون وتأكل قتل وتفرق كرمال واحد واطي؟ أنا برأيي تخلوا لي القصة كم يوم وحل بإذن الله بإيدي. وهلأ شو؟ هلأ برأيي أنه تطولوا بالكم وتروح على شغلكم أنت والرجال بعد ما تشربوا قهوتكم، وأهم شيء تخبروا الحريم أنه يخففوا طلعات برات البيت. ولا شو أعمل مع حرمتي إذا عندها أربع ولادات؟ شبكي وداد؟ ليش ما عم تاكلي؟ ما في شيء بامي، مالي جوعانه، خلص كلوا انتوا بس جوع باكم. امي شو صاير معك من وقت ما رجعتي وانتي مو على بعضك؟ وداد؟ انت بتحكي برات البيت لحالك؟ لك انا ماني قايل لك لا تطلعي؟ مانك شايف الحاره قايمه قاعده؟ ولك ما عم تسمعي بالحرامي اللي سرق من نور؟ بركي كان سرقك اه؟ أنا عم بحكي مشان مصلحتي. لا بقى تطلعي برات البيت لحالك، عم تفهمي؟ حاضر أمي خلص. هذا يمكن عروة، هو خبرني إنه جاي لعندي. عروة؟ شو جابه لهون؟ هو بعث لي خبر إنه عاوزني بشغلة. حطي على راسك يا أبي لأفتح الباب. طيب مين المرأة؟ ما بعرف، بس في عالم قالوا انه الحرامي ضرب بحرمه وهي طالعه من بيتها وشافت وشه. لو كان هذا الكلام صحيح كانت اجت خبرتنا، ليش رحت تستر عليه؟ والله ما بعرف. بكل الاحوال نحن لازم نعرف مين هي الحرمه لنمسك اول طرف الخيط. وهلا شو بدنا نساوي؟ منروح مندور بهديك المنطقة والبيوت القريبة وبنسأل عن هي الحرمة. على بركات الله يا رب. عطيتك إزار الوقت عمي، بس أنا بدي أقول لك شغلة ضرورية كثير قبل ما تجي عمتي. ضروريشني عمي خير؟ قرب لي أقول لك شغلة، اسمعنا. أمي وشو فيها يعني؟ من طول عمرك بتمدحي فيه وبتقولي انه مرضي لابوه ومستكتر عليه يصير سهرك. كنت مخدوعه فيه واهل الحاره كمان. اسمعي، اذا ابوك بيقول لك شو رايك بهالجوازه بتقولي له مالي موافقه، عم تفهمي؟ ابن عمي انا حكيت مع سماح، قال هي ما بترضى تاخذ واحد مثل عروة. لأهلك عمتي؟ اطلع لبرا انت. اطلع خلي كل الناس تعرف حقيقتك. هذا اللي شايفه قدامك هو حرامي الحارة. شفته بعيني هربان بعد ما سرق لأم النور. شفت عمي؟ شفت؟
صار مثل ما قلت لك، قلت لك هلا بدها تتهمني بشي قصة مشان ما اخطبها لسماح. لك وقت خبرني انا ما صدقته. معقولة وصلت المواصيل فيكي تتهمي ابن اخوكي بهيك عملة؟ يا حيف يا حيف يا عمتي، هيك عم تحكي معي؟ انت وحدة كذابة. اسمعي وليه، انا عطيته لعروة اذا الله عطاه، والخميس الجاي رح تكون خطبته. وانا موافق عمي، وانا موافق، الله لا يحرمني منك بخاطرك. الله معك عمي. لك شو عملت انت؟ شو عملت؟ لك روح سأل بدك. مو طلعت الحرمة حرمة سمير القصاب؟ معناتها ما في غيرها، اللي بيعرف مين هو الحرامي. لك بس انا اللي قارقني، ليش لحتى تستر عليه؟ هذا الكلام ما حدا بيقدر يجاوبنا عليه يا ابو لطفي. غير حرمة سمير بذات نفسها. وانت قلتها. عروة ابن خالي وكل اهل الحارة بتمدح فيه وباخلاقه، وانا ما رح لاقي عريس احسن منه. لك اخلصي! وداد، وصلت المواصيل فيك تمدي ايدك على بنتك؟ اسمعي، بنتك وعروة رح ينخطبوا، واذا بتفركشي هي الخطبة بتكوني طالقة بالتلاتة، عم تفهمي؟ يبعت لي حمى ان شاء الله. يا ريت انكسرت ايدي. لك هي اول مرة بحياتي بمد ايدي عليها. عروة أكيد ما رح يشك بسماح. يا رب يا رب احميها، يا رب يا رب ما يكشفها. والله يا عقيد أنا جاي لعندك لأعزمك على خطبة بنتي على عروة يوم الخميس. إيه؟ إن شاء الله ألف مبروك. بس سمير برأيي إنك تتهدى شوي وتسأل مرتك مين هو الحرامي اللي شافته بعينها اللي كان عم يسرق أم النور. معناتها كلام حرمتي صحيح. لك ليش هيك عملت مع سمير؟ ليش؟ والله لو ضبيتي لسانك بحلقك وما حكيتي بالموضوع ما كان صار اللي صار لك عمتي. لك الله لا يوفقك يا عروة. اسمعي عمتي، إذا حدا بيضرب الموضوع اللي ساويته من أهل الحارة رح تكون الضربة الثانية لبنتك سماح. فهمتي؟ يخرب بيتك، لك يخرب بيتك. والله يا رجال العقيد اللي عمله معي ومع أهل بيتي كثير كبير، وأنا بقول الله يقدرني لرد له هالمعروف. لا يا سمير لا، هذا الكلام مردود عليك، لأنه اللي عملناه معه لو كان صاير معنا كنت رح تعمل نفس الشيء وما رح تقصر. شهيد الله، شهيد الله إنه حرمتك بنتك هن اخوات رجال، لانه بلغوا على عروة. صدقت يا عمي، من يوم يوم اخوات رجال، ولو ما كانوا هيك ما بلغت عن ابن اخوها. بعدين العقيد عم استناك لحتى تشفى، عاوزك بموضوع حساس كثير. كثير عم يقول كثير عقيد. بصراحة يا سمير انا ناطرك لتشفى بخير وسلام، بس هي قدام الزلم انا بتشرف اني صاهركم واطلب ايد المحروسه بنتك، لانه شهيد الله انا بفتخر اكون ام لاولادي. هذا الشيء بيناسبنا يا عبي، قلنا الشرف وبيرفع راسنا. بنعتبر يعني انه اخذنا الموافقه؟ اعطيناك اذا الله عطاك. فاتحة يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم.